ما خليت ما درت لي درت لي الكوليا شينيت لي ترونغلور درت لي اخويا الكوليا ابيك اي ترونغلور درت لي اخويا لو كوليا الكتريك باش كنزعز يا حبيبي هادشي كامل درتي لكلبك وجاي عندي كتقول لي واش نضرب كلبي بغيتي تخدم لا كومبليسيتي بغيتي تشوف الخدمه كلبك داكشي اللي كتشوفه في الفيسبوك وفي اليوتيوب وكدير واو وكتقول واو عرفتي شنو هي هذيك غنجبد لك الجانب المظلم ديال هذا الموضوع الجانب اللي مدرقينو عليك لي بروفيسيونيل الاوروبيين الامريكيين مدرقينو عليك انا غنقولو لك غنعطيك الحاجه اللي غتنورك حاجه اللي غادي تفهم واش نقدر نضرب كلبي واش ما نقدرش نضرب كلبي وامتى نقدر نضرب كلبي وباش نقدر نضرب كلبي هذا الموضوع ما عمر شي واحد هضر فيه بعدا كاع تقريبا 90% ديال المواضيع اللي كنهضر معكم فيها ما عمر شي واحد هضر فيها ولا حط تليفون وشرحها حيت فقد الشيء الى يعطيه شكون هو هذا اللي بغيتي يعطيك هذا الشيء شكون هو جو فوا با الا من رحم ربي ألف واحد مرحبا 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 الو نبدا اللايف دونك الحباب موضوع ديال الحلقه موضوع اليوم هو اللي كنتلقاه بعشرات الميساجات يوميا خويا كلبي واش نضربو خويا كلبي عصبني واش نفرقع دين امو خويا كلبي كيدير داكشي اللي فيه فراسو واش نقدر نضربو واش الو ما كاينش شي بروفيسيونيل ولا شي واحد مربي كلب ما عمرو تعصب ما كاينش غير كاينه حاجه وحده شنو هي الطريقه اللي نقدر نضرب بها كلبي واش نقدر نضرب كلبي الجواب ديال واش نقدر نضرب كلبي اياه نعم تقدر تضرب كلبك وما كاينش شي واحد ما عمرو صرفق كلبه تقدر تضرب كلبك تقدر تضربه ولكن اسمعني مزيان الناس اللي غيبداو يهضروا وبداو يحكموا عليا اسمعني مزيان حتى الاخر شنو غادي نقول لك كاين شي ناس اللي كيقول لي يا خويا كلبي عذبني عصبني مرضني واش نقدر نضربو كيقول لي اجي اخويا هاد الكلب هذا واش كدري فيه كندري فيه باش كدري فيه خويا راه ما خليت ما درت لي درت لي الكوليا شينيت لي ترونغلور درت لي اخويا الكوليا ابيك اي ترونغلور درت لي اخويا لو كوليا الكتريك باش كنزعز يا حبيبي هادشي كامل درتيه لكلبك وجاي عندي كتقول لي واش نضرب كلبي السؤال اللي خصك تسولنا حبيبي والعشير السؤال اللي خصك تسولني شنو هو واش نقدر نقتل كلبي لانك جميع انواع التعذيب راك درتيهم ليه حتى فين باقي غادي يزيد حتى فين باقي غادي يزيد احبيبي فين واش درتي كوليا ترونغلور درتي كوليا بيك درتي كوليا الكتريك وفين حتى وصلتي للصمم ديال حتى وصلتي لقمه الهرم ديال التعذيب كوليا الكتريك راه هي اخر حاجه راه كاين شي وحدين اللي كيبداو يلا في الدريساج كيسق لي كوليا الكتريك واش هاد الكلب هذا ملي ما غيبقاش ينفع فيه الالكتريك اش غادي ما بقاتش شي حاجه فوق الالكتريك راه الالكتريك راه كنديروه اخر سطاد اخر مرحله ملي كنفقد الامل ملي كنفقد الامل في الدريساج كنحاول بجميع الطرق حنا ما كنحاولو بلا حتى طريقه كنقول لي اسيب كروكيطا ما كيبغيش كندير لي كولي الكتريك ساهلينا كضرب الكلب ما كيديرها لي في الاخر ديالو في 120 الكلب كيضربو الدخان كيخرج لي من النيفو مالك حبيبي دير كولي الكتريك وضربها في 120 انت وشوف اخويا انا كندير كولي الكتريك كنجرب على راسي كولي ترونغلو كنجربو على راسي باش نعرف القمه التعذيب باش غنعذب الكلب خاصنا نذوقو ياك طبخ السم لازم يذوقو انت كطبخ السم خاصك تذوقو انت الاول باش تشوف التعذيب فين غادي يوصل وانت باقي يا صاحبي ما شتي ما تشوفتي ما تعذبتي ما فكرتي ما قلبتي الى حلول ما هضرتي مع ناس ما سولتيها كتجيو كتركب الكولي الكتريك وباغي تقول لي واش نقدر نضرب كلبي حتى راه قتل خصك تقتلو وصلتي القمه ديال التعذيب اوكي كولي الكتريك اخر حاجه الكولي الكتريك راه هذاك ضرب الكولي الكتريك كولي بوينت كولي بيك راه حتى هو ضرب نوع من الضرب نوع من لا كوريكسيون هو تصحيح باش غتضربو ماشي بيدك كتضربو بليزوتي بالماتيريال وباش كنضرب الكلب اوكي هذه من جهه ثانيه قلت لكم ما كاينش شي بروفيسيونيل في الكواليس ما كاينش بروفيسيونيل في الكواليس ما عمرو ضرب كلبه
راه كلب بعد خطرات هذوك لي بيزونورس لي ويتي 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 حبيبي بغيتي كروكيطه بغيتي فريميجا راه دوك راه مربين البينشير مربين سميتو مربين دي راس دي بتيت راس لي البولدوغ مربين ريتريفير راه خويا راه دخل شان ترافاي دخل شان ترافاي وعرف عرف حقيقه التدريب شنو هو شد الكلاب اللي كنشدوهم حنا يوميا تشوف التدريب شنو هو وكلب والله تيحمقك والله تيسطيك والله تيعذبك ورغم هذا ما غنشدوش غنقجوه ولا غادي نفرقعوه ولا غادي سميتو كاينين طرق اوكي كاينين طرق فهمتيني ولا لا ولكن كاين الناس اللي كيتعصبوا في الكواليس كيتعصبوا كيقدر يضرب كلب بواحد الصليه كيف ما انا حنا في الصغر كنا صليات انا امي ضرباتني دارت لي خمسه الغرزات هاي امي ضرباني بالشطابه هاي ضربني بالشطابه دارت لي خمسه الغرزات مشي الخياط هادي امي واحنا طلعنا رجال ومؤدبين وكنحتارم الان نموت ونسط على امي انا واخا ضرباني دارت لي خمسه الغرزات ما كاينش غرام المشكل كبراتنا وطلعتنا رجال اوكي دونك حبيبي اي واحد كيتعصب اي واحد يقدر يضرب ولكن الضرب راه فيه وفيه كلبك ماشي غتشدو غتقجو كلبك ماشي غتشدو تهزعصا ضرب لي على راسو كلبك ماشي غتضرب فيه البان تهرس ليه الضلعه كلبك ماشي غتضربو لاكو تهرسو ليه كلبك ماشي غتدخل بيه البان تهرس ليه النياب لا تعصبتي تقدر ديك لا يا بتيت كلاك هنايا باق نو اي كيف كيا لا بتيت كلاك سيغ لي فيس اي نو كيف كيا ام بتيت كلاك كوم سا مي با 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 لوي كاسي لا غول نو لوي كاس با لا غول لو شيان باك لي زوج عصاو نضربو ليه على راسو الناس اللي كيشوف الناس اللي كيهزوا عصا ويهرسوا الكلب على راسهم هذا كيفقد فيك الثقه اول حاجه كتهرس العلاقه ديالك مع الكلب ثاني حاجه ثالث حاجه كتهدم ديزاني ديال الخدمه والله واخا تكون طلعتي طياره غتضربو غتهرسو سالينا غتضرب الكلب غتهرسو ماشي غتهرسو جسميا غتهرسو هنا ملي غتولي يعني الكلب خايف منك وفاقد منك الثقه اش بقات من كومبليسيتي لا كومبليسيتي ما بقاتش شنو هي لا كومبليسيتي لا كومبليسيتي هو داك الانسجام وسر من اسرار ديال التدريب هو الانسجام الا ما كانش فريق منسجم ما كيربحش الوداد نهار كيجيبوا ستة لعابه من برا ما عمرهم لعبوا ماتش مجموع مع بعضياتهم ما منسجمينش كيخسروا الرجاء كذلك لا كانوا اللعابه ما مفاهميش بعضياتهم كاينين حزازات وكاينين مشاكل ما كيتربحش الفرقه وراه كذلك ومثال انت عندك مشكل مع كلبك واش بغيتي ديروا شي حاجه مقاده وراه ما يمكنش صلاح مع كلبك صلاح الامور مع كلبك تصاحب معاه حاول تفكر نزل النيفو ديالو باش تفهم الكلب ديالك اشنو باغي نزل النيفو ديالو ديالك باش تفهمه هو راه ما عمرو يطلع النيفو ديالك انت اللي خصك نزل النيفو ديالو اوكي دونك هنا كيبقى الانسان اللي كيدرب كيبقى الانسان اللي كيدرب كيفاش غادي يكوريجي كيف ما قلنا امتيت كلاك لا غير امتيت كلاك تقدر تنفعل تقدر تضرب كلبك بحال هكا هانيه ولكن تلوي كاس با لا غول ما تفرقعش كلبك هادوك الناس اللي كيسولوني واش نقدر نفرقع كلبي واش نقدر نضرب وازير حشم على روحك اخويا حشم على روحك الله يرضي عليك الكلب راه ما كيتضربش الكلب راه ما كيتضربش بديك الطريقه قلنا وي تقدر تعصب شي لعيبه طنميتو ولكن راه ما تهرش كلبك عصا على راسو ما تضربش كلبك بان تهرس ليه النياب ما تضربش كلبك بان تهرس ليه الضلوع وما تضربش كلبك بان تهرس ليه لاكو ديالو قزيمتو امبوسيبل هنا علاش هضرنا على الكوليا ابيك علاش هضرنا على الكوليا ابيك كوليا ابيك علاش هضرنا عليها باش ما توصلش معاه لديك المستوى اللي غيعصبك فيه حيت الكلب اللي غيبقى يجرفك 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 تاجي اوبي تاجي اوبي تاجي اوبي راه ما يمكنش واحد النهار غتفاعل واحد النهار غيطلع لك الدم وغتضربو علاش قلنا الكوليا ابيك باش يعني تنقص من هذاك الانفعال مع الكلب ديالك اوكي الادوات اللي نقدر نصلح بها الكلب ديالي ولا نكوريجي بها الكلب ديالي شنو هي الادوات هي المسائل ديال لو دريساج شنو هما المسائل ديال لو دريساج كوليا بيك كوليا ترونغلور وفي اقصى الحالات الا فقدت الامل في جميع الوسائل عاد كتبدا لو كولي ليكتيك حتى كنفقد الامل حتى ما كتبقاش شي حاجه سميتها كوريكسيون كلشي جربته وحتى حاجه ما خدمات حيت اون فوا الكلب ولف على ليكتيك ما بقاتش شي حاجه اخرى تقر فيه سالينا لوحو سالينا الا مشى تولف لك على ليكتريك سالينا لوحو انا عندي كلاب قسما بالله اللي كدير كل ليكتريك حتى الاخر ديالها كتضربو كيدير لك بحال هكا كيدير راسو بحال هكا
وتخمو غضرب كلب غيضرب ضرب كلب اخر غيضرب ضربو بديك الدوغري غيضرب راسو مع السقف قسما بالله الدخان يشعل الدخان يخرج لي من نيفو هو لا كضربو كيدير بحال هكا كيبان غير اللحم ديالو كيتزعزع كيبان غير اللحم كيتزعزع شويه هنايا وانت راه ضربو ما عرفت فاش فهمتي ولا لا دونك اخوتي اخر حاجه هو ليليكتريك اخر حاجه دونك هادو هما لي زوتي اللي تقدر تضرب فيهم تضرب بهم كلبك هادو كيتسموا اداه ادوات التصحيح لي كوريكسيون هما هادو اوكي دونك اخوتي في العالم كله باذريه ما كاينش بروفيسيونيل ما كيفرقعش كلبه والله كون تشوفوا اساليب التعذيب اساليب التعذيب لي زونترينمون عند الاوروبيين والامريكيين والله تتصداو والله تتصداو كولي ليكتريك هنا كولي ليكتريك في حجره كولي ليكتريك بجوج بواتي دو بواتي سمعني مزيان دو بواتي هي كل بواتي كتعطي دي شارج كاينه بواتي هنا ودير لي بواتي هنا وحده اخرى بواتي في حجره سمعني مزيان اقسم بالله الا بحال شفتها بعينك في حجره بلاش يعاود لكم واحد الموضوع زوين دونك الدراري قلت لكم ما كاينش شي بروفيسيونيل على وجه الارض ما كيفرقعش كلبو والله وتحضروا الاساليب التعذيب في لونترينمون والله حتى راسك يحبس قسما بالله الا تراسك يحبس انا اول مره درت الكلب كولي ليكتريك اول مره الى في سانكو خمس سنين عنده في السن ديالو وصل لخمس سنين وما درتها ليه حتى درت دوزيام شامبيون دي مون وكان خاصني شي حوايج شفت واحد العالم كيلعب في لي ديتاي كان خاصني واحد لي ديتاي ديال لي ديتاي خاصني نصلحهم والتجأت الكولي ليكتريك فهمتيني ولا لا ولكن التجأت ليها بواحد الحضار ماشي غير جيت وكنورك لا بواحد الحضر علاش حيت ملي كتلصق الكولي ليكتريك وكتجي وكتبقى تورك على البطونات كتصوطي في الكلب كتحاول حتى كتصحح راه كتهدم حتى عمل ديال ديزاني عمل ديال سنين وسنين وانت معذب كتهرسو دونك الدراري حذاري ثم حذاري حذاري من لا كوريكسيون حذاري من الضرب حذاري من الضرب اوكي دونك اخوتي الكلب راه ما كيتضربش الكلب كيتصحح كيتخدم بغيتي تخدم لا كومبليسيتي بغيتي تشوف الخدمه كلبك داكشي اللي كتشوفه في الفيسبوك وفي اليوتيوب وكدير واو وكتقول واو عرفتي شنو هي هذيك ماشي شي العصا عمر كلب ما كيخدم غابيد بالعصا عمر كلب ما كيخدم غابيد سريع وكي كي كي كيطبق الاوامر بسرعه بالعصا اي كلب شتيه اي كلب شتيه كتقول لي اس كيدير لك اس يدك كوشي وي كوشي انا غندير كوشي بشويه 1600 عام دوبو على 14000 سنه كتقول لي اجي كيتمشي دق 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 شنو هي هذه حجره كيمشي شمال دق دق كره زوينه هذه كيمشي يمشي عند داك وجه هذاك يجي عندك هذاك الكلب اللي سولي اللي با موتيفي هذاك مهرس هذاك اصلا خصك تعاود النظر في طريقه التدريب عاود النظر في طريقه التدريب اش غنقول لكم اخوتي كيتصيفط لي كلب كلب فيديو كلب خدام مسكين ما حاملش راسو بحالك انت يا خويا جيتي خدام ولكن عندك سالير كتوشي 1000 درهم في الشهر كتوشي 1000 درهم في الشهر وانت خدام يوميا واش هذيك الخدمه غتمشي ليها انت وفرحان وانت فرحان انت اون شونطو كتغني العالي داي لا والله ما تغني العالي داي بالرب الجليل والله العظيم تتم غادي بالدموع حيت علاش طاب الشوا بز منك عندك كره تخلصو عندك 70000 فم خصك توكلهم في الدار 1000 درهم كتقول اللهم هي ولا الاعدام اللهم هي ولا الموت اوكي وراه كذلك هو مثال الكلب كيقول لك دير كلشي عارف راسو ما تعطيه حتى وزه وها ندير كلشي اللهم هي ولا غيفرقعني اللهم ندير كلشي كلشي ولا غيسلخني سمعتيني ولا لا راه هكا كيفكر الكلب دونك الدراري بغيتي كلبك طلعو تدريب واعر تدريب خطير خلصوا راه ديما كنقولها لكم راه راه كاين شي وحدين ما متيقينيش شي وحدين كيشوفوني كنخدم مع الكلاب كيصحابوا العصا والكولي ليكتريك وقسما بالله ما كنركب كولي ليكتريك للكلاب قسما بالله راه كاينين حالات هما دي حالات اكسبسيونيل حالات جد 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 يعني اكسبسيونيل شناهي استثنائيه اللي كتركب فيها الكولي ليكتريك راه ماشي اي كلب كنركبوا ليه الكولي ليكتريك راه الموتيفاسيون راه خلص راه الخلاص فهمتيني راه خلص كلبك يخدم فوالا احبابي الكلب راه ما كيتضربش الكلب كنتهلاو فيه الا واحد النهار وغلطتي وضربتي كلبك شي تصرفيقه شي لعيبه هانيه كنا كنتعصبوا ما كاينش مشكل ولكن حذاري ثم حذاري نفاعل ديك الانفعال الخيب تسلخ الكلب ديالك حذاري
راه غتهرس خدمه ديال سنين. فوالا اخوتي كنتمنى الجواب يكون واضح وتبارك الله عليكم. كنخلي معكم خايد بيت من القلب. تشاو. وقبل ما تخرج ما تنساش تشارك معنا في قناتنا على اليوتيوب بروكانا، وباش يوصلك دائما الجديد ديالنا ما تنساش تتابعنا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك خالد بدي، وما تنساوش تزورونا على الموقع الالكتروني www.prokana.ma اللي غتلقاو فيه جميع معدات تدريب الكلاب لجميع الماركات واشهر الماركات العالميه. وديما من القلب.